أكد جل متربصي التكوين المهني بولاية المسيلة وعلى هامش الصالون الولائي للمقاولاتية عن عزمهم فور إنهائهم لتربصاتهم من الاستفادة من مشاريع مختلف المؤسسات عن طريق أونساج كناك وأونجام. تغطية سعد العجال. دور دنيا مركز تأهيل مهني بأولاد دراجة بنات بالقاسم. بعد نهاية التربص الميداني اللي قمنا به احنا وزملاء دورنا مع الأستاذ المشرف سيد الخيري، إن شاء الله في المستقبل كاين فكرة إنشاء مشروع تجاري. مدة التربص عام. بعد العام هل هناك مشاريع معولين نديروها؟ إن شاء الله معولين، إن شاء الله معولين على مشاريع مصغرة نتمناو من جهات المختصة نقولوا تعاوننا. نخرج بهذه الدفعة وهي الدفعة الأولى في تخصصنا هذا، ونحن يعني بصدد التخرج ننتظر يعني من الدولة أو من المنسج أو الجام لتسهيل عملية لكي نباشر يعني في العمل إن شاء الله. قريب تكملي ستاج تربص تاعك ان شاء الله. الله الافاق المستقبليه واش معول ان شاء الله؟ الافاق المستقبليه نتمناو حنايا الدوله تاعنا تعاوننا باش نديروا مؤسسه مصغره خاصه بنا احنا كشباب نبينوا مواهبنا نبينوا. متربص حجاب العمري من اختصاص كارو تقني مده عامين. بعد نهايه التربص تاعك نبحث عن عمل في المصانع او مؤسسات عموميه، وفي حال ما لم يوجد ندير لونساج ولا لونجام او مؤسسه صغيره من طرف لونساج او لونجام. لونساج دير لونساج ولا لونجام نطور المشروع نتوسع فيه. التربص تاعنا راه على مده عام ورانا متمهلين ان شاء الله نهزوا الميتي هذا تاعنا ونديروا مشاريع ان شاء الله. معاولين ان شاء الله نديروا بستانه بيبينير كما نقولوا نخدموا بها نباتات ظل ونباتات للزراعه شتلات مثل الطماطم والفلفل.